أهلا بكم من جديد. أنا آمل أن أقوم بإعطائكم أولا كيفية حل التكاملات غير المحدودة، وأيضا إعطائكم معرفة لسبب الحل بهذه الطريقة، وأعتقد أن هذا مفقود في بعض الكتب. على أي حال، دعوني أقول أن هذه هي المسافة، هذه الصيغة للمسافة وليست للمتعة. حسنا، هذه هي المسافة S، وهذا الوقت سأكتبه على شكل اقتران. هذه المسافة إنها تبدأ بخمسة، لذا دعونا نقول أنها 2T. دعونا نقول أنه فعليا اقتران تكعيبي. أنت لا تتسارع فقط، ولكن أيضا معدل التسارع يتزايد. أعتقد أن معدل التسارع، دعوني أقول، 2T تكعيب زائد 5. أريد أن أعرفكم كم تبعد المسافة عندما أنتقل، كم تبعد المسافة عندما أنتقل بين T تساوي ثانيتين 2 seconds و T تساوي 5 ثواني 5 seconds. أنا لا أبحث عن المسافة الكلية التي انتقلتها، أنا فقط أريد أن أعرفكم كم المسافة التي قطعتها بين T تساوي ثانيتين و T تساوي 5 ثواني. هذا ربما يكون 2 وهذا 5. إذن هناك طريقة سهلة للقيام بهذا، فقط علينا تقدير الاقتران عندما تي تساوي 5. سوف أقوم باستخدام لون مختلف، فقط سوف أقوم بتقدير هذا الاقتران عندما تي تساوي 5. إذن القيمة عندما تي تساوي 5، عندما تي تساوي 5، إذن 5 تكعيب هي 125 ضرب 2 تساوي 250 زائد 5 تصبح 255. إذن الجسم قطع 255 قدم عندما تي تساوي 5. عندما تي تساوي 2، كم هي المسافة التي قطعها الجسم؟ 2 تكعيب تساوي 8 ضرب 2 تساوي 16 زائد 5 تساوي 21. لقد قطع 21 قدم. لمعرفة المسافة التي قطعها بين تي تساوي 2 وتي تساوي 5، إنها أس الخمسة ناقص أس الاثنين، أليس كذلك؟ كم المسافة التي قطعها بعد 5 ثواني؟ ناقص المسافة التي قطعها بعد ثانيتين، وهذا فقط عبارة عن 255 ناقص 21 يساوي 234. إن 234 قدم تمثل المسافة المقطوعة بين ثانيتين وخمس ثواني. هذا ممتع. أعتقد أنه أصبح لديكم تصور عن لماذا قمنا بتقدير التكامل غير المحدود السابق في التسجيل السابق بالطريقة التي قمنا بها. حسناً، دعوني أقوم برسم المشتقة لهذا الاقتران. إذن ما هي المشتقة؟ دعوني أقوم بتسميته VAT. VAT هي المشتقة، أليس كذلك؟ إنها معدل التغير في المسافة بالنسبة للوقت. 3 ضرب 2 تساوي 6 تي تربيع، والثابت يلغى، أليس كذلك؟ لذا إنها فقط 6 تي تربيع، وهذا مهم لأن السرعة لا تهتم بشأن من أين توقفت، أليس كذلك؟ سوف يكون لك نفس السرعة إذا بدأت من 10 أقدام أو من قدمين. سرعتك لا تهتم بشأن الموقع الذي بدأت منه، لذا دعونا نمثل هذا بيانياً. نحن نتعلم القليل من الفيزياء ونتعلم التفاضل والتكامل. أعتقد أنه من الخطأ أن يتم تدريسهم في مادتين منفصلتين. أعتقد أن الفيزياء والتكامل والتفاضل يجب أن يكونوا موضوع واحد، لكن سوف أتحدث عن هذا في وقت لاحق. على أي حال، حسناً، دعونا نعود إلى هذا. دعوني أقوم بتمثيله بيانياً. هذا سيكون كشكل القطع المكافئ، سوف يبدو شيء كهذا.
هذه تي وهذه السرعة. والآن إذا كان لدينا منحنى السرعة هذا، إذا لم نكن نعلم كل هذا الشيء هنا، ما هي المسافة المقطوعة عندما ننتقل بين ثانيتين وخمسة ثواني؟ أليس كذلك بين ثانيتين وخمسة ثواني؟ حسناً، سوف أحل هذا بنفس الطريقة التي تعلمناها في التسجيل السابق عندما قمت برسم مجموعة من المستطيلات الصغيرة وكل منها له عرض صغير، ومن ثم نضربها بالسرعة اللحظية عند نفس النقطة. أليس كذلك؟ ومن ثم قمت بجمع كل هذه المستطيلات، جمعت كل المستطيلات، وقد حصلت على تقريب حول المسافة. المسافة المقطوعة عند الانتقال بين ثانيتين وخمسة ثواني. تذكر أن مساحة كل من هذه المستطيلات تمثل المسافة المقطوعة، تمثل المسافة المقطوعة في هذه الفترة من الوقت dt، لأن الوقت ضرب السرعة اللحظية يساوي المسافة. ولكن كما ترون هذا أيضا يعطينا المساحة بين، هذا أيضا يعطينا المساحة بين تي تساوي 2 وتي تساوي 5. إذا ليس فقط معرفة المسافة المقطوعة عندما ننتقل من ثانيتين إلى خمسة ثواني، أيضا نستطيع معرفة المساحة تحت هذا المنحنى من ثانيتين إلى خمسة ثواني. إذا انتقلنا من A إلى B، وبشكل عام إذا أردنا معرفة المساحة تحت المنحنى من A إلى B، إنها فقط التكامل غير المحدود من A إلى B، وفعليا من B إلى A يجب أن تكون أكبر B إلى A. أعتقد أن A إلى B تعتمد على الطريقة التي تقولها بها. سوف أكتب هذا بلون مختلف لأنني أعتقد أنني قمت بعمل فوضى كثيرة. من A إلى B كل اقتران السرعة هذا، إذن في هذه الحالة 6 تي تربيع دي تي، أليس كذلك؟ إذن هاتين لم تكونا 2 و5، وهذه كانت A و B. والطريقة لمعرفة هذا، أنت تعرف المشتقة العكسية لهذا الاقتران الداخلي، أليس كذلك؟ ومن ثم نقوم بتقدير المشتقة العكسية عند B، ومن ثم نقوم بطرحها خارجا عند A. إذن في هذه الحالة المشتقة العكسية هي 2 تي تكعيب، لقد قمنا بتقديرها عند B وقمنا بتقديرها عند A. دعوني أعود للأرقام القديمة، لقد قمنا بتقديرها عند 5 وعند 2. إذا قمنا بتقديرها عند 5 إنها 255، وإذا قمنا بتقديرها عند 2 إنها 21. إذا نحن نقوم بنفس الشيء هنا عندما كان لدينا هذا المنحنى. إذا لقد قمت بكل هذا، لا أريد أن أحيركم أكثر، لكن فقط لإعطائكم تصور لماذا المشتقة العكسية هي المساحة تحت المنحنى، وثانيا لماذا
دعوني أقول أن A B لماذا قمنا بتقديرها؟ لماذا قمنا بتقديرها بهذه الطريقة؟ F ال X D ال X تساوي F ال B ناقص F ال A. إذا أردنا معرفة المساحة تحت المنحنى من A إلى B للاقتران F ال X، علينا معرفة المشتقة العكسية. هذا حرف F يمثل المشتقة العكسية، فقط قمنا بمعرفة المشتقة العكسية ومن ثم قمنا بتقديرها عند B وتقديرها عند A، ومن ثم قمنا بطرح الفرق، وهذا ما قمنا به هنا. هذا ما قمنا به هنا عندما تعاملنا مع المسافة المشتقة والمشتقة العكسية. لا تطبق فقط على السرعة والمسافة، لكنني قمت بهذا لإعطائكم تصور لماذا هذا الشيء ولماذا المشتقة العكسية هي المساحة تحت المنحنى. لذا دعوني أقوم بمسح هذا وإعادة كتابة آخر شيء لقد كتبته ولكن ربما أقل وضوحا. حسنا، إذن دعوني أقول أن F ال X بالحرف الكبير تساوي، دعوني أقوم بهذا بطريقة أفضل، دعوني أقول أن مشتقة F ال X بالحرف الكبير تساوي F ال X، أليس كذلك؟ أعتقد أن هذه النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل، لكن لا أريد أن أقول هذا دون معرفة أكيدة، يجب أن أتأكد. كما ترون لقد قمت بكل هذا بناء على التصور وليس بالضرورة على ماذا أقرأ. إذن مشتقة الاقتران F بالحرف الكبير هي F بالحرف الصغير. إذا أخذنا التكامل للاقتران F ال X بالحرف الصغير من A إلى B، من A إلى B dx، إنها F بالحرف الكبير المشتقة العكسية عند B ناقص المشتقة العكسية عند A. في العرض القادم سوف أقوم باستخدام هذه الطريقة لاستخدام المشتقة العكسية. لقد قمنا بهذه الثلاث التسجيلات فقط لإعطائكم تصور حول هذا، لأنني أعتقد أن هذا مهم إذا أردت أن تستخدم التفاضل والتكامل في حياتك أو في كتابة برنامج كمبيوتر أو أي شيء آخر. وفي التسجيلات القادمة سوف أطبق هذا على العديد من المسائل، وآمل أن تكون طريقة سهلة وجميلة للحساب. أراكم في التسجيل القادم.